نشرة أخبار السياحة من جريدة وقناة أحوى إسبريس الإلكترونية، أهلا بكم. والبداية نستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يطمئن رياضيي النخبة بخصوص التحضير لألعاب الأولمبية 2024. تعويض تذاكر السفر خلال فترة كوفيد-19. والجوية الجزائرية توضح بطاقة نقل جديدة خاصة بالشباب. تنظيم مسابقة أحسن حلويات تقليدية بمناسبة عيد الفطر. أهلا بكم إلى التفاصيل. طمأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه أمس الأحد اجتماع مجلس الوزراء رياضيي النخبة بخصوص تحضيراتهم لألعاب الأولمبية باريس 2024. ووفق بيان رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس تبون أكد بأن الدولة على أتم الاستعداد لتوفر كل الإمكانيات، كما سبق لها أن وضعتها بين يدي النخبة المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 بما فيها التكفل تربصات خارج الوطن. كما أكد الرئيس هذا ودعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها كافة زبائنها الذين يحملون تذاكر غير مستخدمة أو غير معوضة خلال فترة الأزمة الصحية كوفيد-19 إلى التوجه لنقاط بيع الشركة، وذلك لتحصيل أموالهم مصحوبين بالوثائق الضرورية. وحسب ذات البيان فإنه يتعين على الزبائن الذين اشتروا تذاكرهم من وكالات سفر معتمدة التقرب مباشرة إلى نفس الوكالات مرفوقين بالوثائق اللازمة، وهذا من أجل تسوية مستحقاتهم المالية. إلى خبر آخر، أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اليوم الاثنين عن بطاقات خاصة بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 28 سنة. وحسب بيان للشركة فإن مدة صلاحية البطاقة تبلغ سنة واحدة، حيث سيستفيد أصحابها من تخفيضات ب 20% عبر مسار يمتد لأكثر من 100 كيلومتر على متن الخطوط الجوية والطويلة. محلياً الآن، أين تنظم الفيدرالية الولائية للحرفيين علي منجلي بقسنطينة المنظمة تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين جائزة جوهرة قسنطينة للطبعة الأولى ومسابقة أحسن وأجود حلويات تقليدية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث ستعرف هذه المناسبة أو المسابقة التي ستنظم يوم 4 أفريل بإدارة الشباب عز الدين موجوبي بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، معرضا للحرف والصناعة التقليدية والعديد من المفاجآت أقول والهدايا المتنوعة والتي ستكون تحت إشراف ضيوف مميزين. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.